السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. موعد مباراة الشرطة العراقي أمام الأهلي السعودي أو أهلي جدة السعودي، أو موعد مباراة أهلي جدة السعودي القادمة بإذن الله تعالى أمام الشرطة العراقي، نادي الشرطة العراقي في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا. مباراة بين الشرطة والأهلي ميعادها بإذن الله تعالى يوم الخميس القادم 17/9/2020 في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا. المباراة يكون ميعادها الساعة 5 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، الساعة 6 مساء بتوقيت العراق وبتوقيت السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن وبلاد الشام، والساعة 7 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، والساعة 4 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 3 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. المباراة بين الأهلي أو أهلي جدة السعودي أمام الشرطة ستذاع على قناة بي إن سبورتس اتش دي 7 أو بي إن سبورتس اتش دي 7 والمعلق رؤوف خليف. متابعينا الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة، قدمنا لكم موعد مباراة الشرطة العراقي أمام الأهلي السعودي في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا بتوقيت مصر والعراق والسعودية ومعظم الدول العربية وجرينتش والقناة الناقلة والمعلق. اشترك في القناة وفعل زر الجرس وعمل لايك للفيديو، ونراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى. ولا تنسى توقع نتيجة المباراة وكتابة ذلك في التعليقات. كان معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.